بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الإسكولة التعليمية. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على الزيارة الطبيعية، قلنا نمو السكان، زيادة السكان، طب السكان بيزيدوا ليه؟ قلنا في زيارة طبيعية وغير طبيعية. خلصنا الحلقة اللي فاتت الزيادة الطبيعية، طب تعالوا نشوف بقى الزيادة غير الطبيعية. زيادة غير طبيعية يعني جاية نتيجة إيه؟ قال الزيادة غير الطبيعية يقصد بها الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة. مش قلنا المرة اللي فاتت حتى المثال كده، لو أنا عندي عمارة سكانها زاد، يا زاد، وإما في مواليد وفيات الفرق بينهم عمل زيادة، يا إما ناس جم سكنوا جداد. فالزيادة غير الطبيعية مقصود بها الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة. طيب هل لها دور؟ أيوه، تلعب دور مهم جدا في تغيير حجم السكان، سواء على الدولة ككل أو المحافظة أو المراكز أو المدن أو القرى، سواء بتزوده أو بتقلله زي ما هنشوف. طيب تعال نشوف مع بعض بقى كده الهجرة. هجرة يعني إيه؟ قال الهجرة برضو في عند حركة سكان. طب هل الهجرة زي حركة السكان؟ طب هي هجرة يعني ايه؟ قال انتقال السكان من مكان الى اخر. طب يا مستر، تم حركة السكان نفسها، حركة السكان انتقال السكان من مكان لاخر، افرق بقى ازاي؟ يعني امتى اعتبر ده هجرة وامتى اعتبر ده حركة سكان؟ هو التعريف واحد اهو، انت بتقول الهجرة انتقال السكان من مكان لآخر، تم حركة السكان انتقال السكان من مكان لآخر، تفرق في ايه بقى؟ قال تعال نشوف الاول الفرق بين الاثنين. قال الهجرة انتقال السكان من مكان لآخر يتم فيها تغيير محل الإقامة، كده تبقى هجرة. لو تم تغيير محل الإقامة بقت هجرة. لكن انتقال السكان من مكان لآخر بدون تغيير محل الإقامة حركة سكان. إذن الفيصل هو تغيير محل الإقامة. لا، عايزين نطبق حاجات عملية. تعال نشوف اتجاه الطلاب لمدارس. لما جاك اتجاه الطلاب لمدارس، انتقال الطلاب من المنازل إلى المدارس، يبقى انتقال السكان من مكان لآخر اعتبرها إيه؟ قال بقى طبق الفرق اللي بالأحمر اللي قدامي. هل تم فيها تغيير محل الإقامة ولا ما تمش فيها تغيير محل الإقامة؟ ده انتقال الطلاب لمدارسهم بيروح ويرجع، مفيش تغيير محل إقامة، إذن دي حركة سكان. طيب اللي بعدها، قال اتجاه المصطافين إلى المصايف. فصل الصيف بقى كده لما الناس تروح تصيف، ما هو بيتنقل من بلده للمصيف، انتقال السكان من مكان لآخر. بس استنى، هل وهو بيتنقل للمصيف غير محل إقامته؟ لا، ما غيرش محل إقامته، وهنا زي ما اتفقنا ما غيرش محل إقامته، يبقى إذن اعتبرها حركة سكان. اتجاه الأفراد للعمل بدول الخليج. هنا نقف بقى. أنا لما اتجه لدول الخليج عشان أشتغل، بقعد هناك فترة، بعمل لي هوية إقامة، يبقى بغير محل إقامتي، يبقى انتقال السكان من مكان لآخر تم فيها تغيير محل الإقامة، إذن دي هجرة مش حركة سكان. طب اللي بعدها، قال اتجاه الحجيج لأداء مناسك الحج. قال لي بروح يحج، بيعمل عمرة، ده بروح ويرجع ما غيرش محل إقامته، إذن هي حركة سكان. اتجاه الطلاب للحصول على الدكتوراه في الجامعات الأوروبية. ده بقعد بقى سنة واتنين، بروح بقى يتعمل له هوية وإقامة، لا يبقى كده اتنقل من مكان لآخر وتم تغيير محل الإقامة فيه. إذن لو جينا ندور بقى من بعض، لسه كمان واحدة، السفر لمشاهدة الدورة الأولمبية. أنا مسافر أتفرج على ماتش بره، مسافر أتفرج على حاجة بره، عامل سياحة بره، لا ما فيش فيها محل إقامة، ده غير محل إقامة، أنا بقعد فترة وأرجع. طب تعال نشوف بقى مع بعض مين فيهم بقى هجرة ومن حركة السكان، نفتكر مع بعض كده. ايوه، اتجاه الافراد للعمل بدول الخليج، لا دي هجرة. ليه؟ قلنا غير فيها محل اقامته. ايه كمان؟
اتجاه الطلاب للحصول على الدكتوراه، انا بقعد فتره اتعمل له هويه واقامه، يبقى غير محل اقامته. يبقى خلي بالك ممكن يبقى حاجه من دي ويقول لي ان هي فهم الهجره وايهما حركه سكان، يبقى الفيصل عندي هو تغيير محل الاقامه. تعريف واحد لكن فرقه في تغيير محل الاقامه. يبقى انا اول حاجه عرفتها دلوقتي اني فرقت ما بين الهجره وبين حركه السكان. الاثنين انتقال السكان من مكان لاخر، لكن الهجره لازم يتم فيها تغيير محل الاقامه، حركه السكان لا، بتتم بدون تغيير محل الاقامه. طيب الهجره، هل الهجره احنا قلنا الهجره انتقال السكان من مكان لاخر مع تغيير محل الاقامه، بس الهجرة شكل واحد؟ قال لا، الهجرة لها تقسيمات كتيرة جدا ونركز فيها مع بعض بقى واحدة واحدة كده. قال قد تنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية، انتقال السكان من مكان إلى آخر داخل الدولة، من محافظة لمحافظة، من قرية لمدينة، من مدينة لمدينة، المهم داخل الدولة، فسماها هجرة داخلية. يبقى الهجرة الداخلية انتقال السكان من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة. طب ناخد مثال، الهجرة من الريف للمدن، ودي اللي شائعة جدا عندنا في مصر، هجرة داخلية. طب وقف لي هنا، استنى، إما أقول لك بقى العبارة اللي أقولها صح ولا خطأ. تؤدي الهجرة الداخلية إلى زيادة النمو السكان. ها؟ فكر. طب يا مستر أنا بتكلم على مصر. واحد هاجر من محافظة بورسعيد راح لمحافظة القاهرة. واحد هاجر من الدقهلية راح الغربية. واحد هاجر من الجيزة راح أسوان. سكان مصر زادوا؟ لا. قلهم؟ لا برضه. يبقى إذن الهجرة الداخلية ده لا تؤثر في النمو السكاني، إنما تؤثر في إعادة توزيع السكان. سكان محافظة بزيد والتانية بقل، مكان بزيد ومكان بقل، لكن كسكان الدولة لا، ما زادوش. طب للهجرة الداخلية، طب تاني نوع من أنواع الهجرة، قال الهجرة الخارجية، وهي انتقال السكان من دولة إلى أخرى، تعدى الحدود بقى. أيوه برافو عليك، صح كده، اللي كنا هنقول وقت أهو، إن دي هي اللي بتأثر في الزيادة السكانية. دي اللي بتعمل لي عندي زيادة سكانية. خلي بالك بقى من فرق بين الاتنين. أنا يهمني دورهم إيه في الزيادة؟ الهجرة الداخلية بتعل توزيع السكان تاني. الهجرة الخارجية دي اللي بتزود السكان أو تقلله. ده بتتقسيم. أنا ممكن أقسم الهجرة تقسيمة تانية خالص حسب اتجاهها. ازاي؟ قال لو بسطت الهجره حسب الاتجاه هتلاقي ثلاثه. واحد، الهجره الوافده، الهجره الى الدوله او المحافظه، جيالي وافده الي. اتنين، الهجره المغادره، هي هجره السكان من الدوله او من المحافظه. خلي بالك، يبقى الهجره الوافده اتفقنا، الهجره الى جيالي، الهجرة المغادرة الهجرة من ماشية من عندي. خلي بالك من اللي جاي حلوة قوي، الصافية. يعني ايه الهجرة الصافية؟ قال هي الفرق ما بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة، انت جالك ناس ومش من عندك ناس، الباقي كام؟ يبقى لما اجي اتكلم بقى سواء على زياده نمو السكان او اعاده تركيب السكان، يبقى تركيزي هيبقى عندي على الهجره الصافيه. وتعرف الهجره الصافيه هي الفرق بين الهجره الوافده والهجره المغادره، جالي كام ومشى كام، الصافي كام عندي. طيب ده تقسيم. طب بعد كده انا ممكن اقسم الهجره حسب الدافع، ايه اللي دفعني هاجر، اللي خلاني هاجر. الواحد، هجرة اختيارية، هي هجرة الإنسان بكامل إرادته، أنا مهاجر بإرادتي. طيب الهجرة الإجبارية، وجود ظروف تضطر الفرد، تضطر الفرد إجباري،
إلى تغيير محل إقامته. أحياناً تعرف الهجرة الإجبارية باسم التهجير، أحياناً الهجرة ده الإجبارية ده بتعرف باسم التهجير. طب يا مستر دول لهم أمثلة في مصر؟ أه، الهجرة الاختيارية، هجرة السكان بكام إقراض سواء من محافظة لمحافظة، من مصر لدولة تانية، أه بإقراض. طب الإجبارية، أيوة، سكان النوبة، مكان ما احنا بنيجي نبص عندنا في خريطة مصر أولاد بلاقي عندي للدلتا ده نهر النيل أهو، باجي هنا كده أه ألاقي بحيرة ناصر، دي بحيرة صناعية، قبل البحيرة كان هنا سكان النوبة، عشان نعمل بحيرة هنا بدأنا نرحل، شوف نرحلهم لمنطقة كومومبو، ظروف اقتصادية، ظروف إجبارية، اضطرت الفرد لتغير محل إقامته، الدولة هتاخد المكان تعمله بحيرة، بدأت توفر لهم بديل للمكان اللي كانوا فيه، فسماها هجرة إجبارية. طب على مستوى العالم، اه هجرة سكان فلسطين، ده هجرة إجبارية. هجرة سكان العراق فترة الحرب الموجودة فيها، هجرة سكان ليبيا، سكان سوريا، اه هجرة إجبارية. ظروف بتجبر الفرد لتغيير محل إقامته. طيب، أنا ممكن أقسم الهجرة حسب البعد الزمني. إزاي؟ قال عندي في عندي هجرة دائمة، هي انتقال السكان بهدف الإقامة الدائمة، وعندي هجرة مؤقتة، انتقال الفرد بهدف العمل ثم العودة، راح يشتغل ويرجع بلده تاني، وهجرة موسمية، هي هجرة السكان في أحد المواسم التي يتوافر فيها فرصة للعمل. يعني كان زمان فترة جني العنب في فرنسا كنت تلاقي بقى معظم الناس بيسافروا في الفترة دي عشان اه محتاجين عمال في الموسم ده، ففكرة في أحد مواسم ليه؟ متوفر عندي فرصة للعمل. يبقى أنا اتكلمت على الهجرة، اتكلمت على تقسيماتها، وخدنا بالنا من أول حاجة الهجرة الداخلية تأثر لي في إعادة تركيب السكان، إعادة توزيع السكان، خلي بالك بقول إعادة التركيب، هناخد التركيب بعد كده. الهجرة الخارجية لا، دي بتأثر لي في النمو السكاني ذاته سواء بالزيادة أو بالنقصان. طيب لما أجي أتكلم على تيارات الهجرة في مصر، هناخد الأول تيارات الهجرة في الدلتا، السبعة دي الدلتا، هلاقي عندي في الدلتا أربع تيارات للهجرة شهيرة. واحد، أيوة ده جاي منين؟ طالع، شفت أنا أهو، شوف طالع منين؟ من شرق الدلتا رايح لمدن القناة، هنا كده مدن القناة، شرق الدلتا لمدن القناة، دي منطقة قناة السويس، التيار جاي من شرق الدلتا رايح لي على مدن القناة. طب اتنين، رايح فين؟ من غرب الدلتا، فين دي؟ الإسكندرية. يبقى واحد رايح من شرق الدلتا راح مدن القناة، التاني راح من غرب الدلتا طلع اسكندرية. طب وبعد كده؟ قال طيار من جنوب الدلتا، فين دي؟ قال القاهرة، متجه من جنوب الدلتا إلى القاهرة. إيه كمان؟ أهو من جنوب الدلتا إلى شمالها. قبل ما نشوف بقى الطرد راح ليه في الاتجاه دي، تعال نشوف مناطق الطرد والجذب السكاني. تمام، أنا بقول إيه؟ بص تاني أهو، بقول جاي مين؟ يبقى منطقة الشرق الدلتا دي منطقة طرد. أيوة برافو عليك، يبقى السكان هنا هيقل. طيب راحوا منطقة ايه؟ مدن القناة، يبقى مدن القناة مناطق جذب سكان، يبقى السكان فيها هيزيدوا. يبقى عرفت ان شرق الدلتا منطقة طرد، مدن القناة منطقة جذب. طيب تاني طيار، قلنا رايح من غرب الدلتا الى الاسكندرية، يبقى شرق غرب الدلتا وشرق الدلتا مناطق طرد سكان، مدن القناة والاسكندرية مناطق جذب سكان. طب اللي بعد كده قال من جنوب الدلتا، يبقى جنوب الدلتا منطقة طرد الى القاهرة، يبقى القاهرة منطقة جذب،
اللي بعد كده قال من جنوب لا يبقى اشد مناطق دلتا طردا للسكان جنوبها، اشد مناطق دلتا طردا للسكان. هنعرف وقتها ليه، ليه الجنوب اشد طرد. طيار رايح للجنوب للقاهره وطيار تاني رايح الى شمالها. طب تعالوا ناخد في حلقه النهارده طيار او اتنين من الطيارات اللي قدامنا دي. قال نشوف اول طيار الهجره عندي. قال من شرق الدلتا لمدن القناه. طيب ليه ايه؟ ليه من شرق الدلتا ولا لمدن القناه؟ الاثنين. عايز اعرف ليه سابوا شرق الدلتا وليه راحوا مدن القناه؟ ناخد واحده واحده. الاول يعني مدن القناه؟ لازم اعرف. ما انت بتقول مدن ايه؟ مدن القناه؟ قال اهي الطيار قدام اهو من شرق الدلتا مدن القناه. طب يعني مدن القناه؟ تعال نشوف كده. ها مين يا عمي؟ مين كمان؟ ده واحده بورسعيد. فين بورسعيد على الخريطه؟ اهي شمال القناه، شمال القناه. ثم الاسماعيليه، ايوه ثم السويس، دي مدن القناة. طب هي مدن القناة فيها ايه تخلينا نروحها؟ طالما جاذبة الناس يبقى في حاجة. تعال نفتكر كده ونشوف مع بعض. في مينا، عندي مواني، بورسعيد مينا، السويس مينا، والمينا محتاجة عمالة وأجورها عالية، يبقى بتجذب السكان عشان أجور عالية وفي فرص عمل في المينا. طب بس قال لا في تجارة، وطالما في مينا استيراد وتصدير وناس بتشتري وناس بتبيع، ايوه تجاره. انت قلت حاجه ثانيه يا مستر، قلت في مواني وفي تجاره. ايوه هي دي الاجابه اهو، للعمل في التجاره والمواني. يبقى ليه السكان بيتجهوا من شرق الدلتا لمدن القناه؟ انا باخد الوقت بس الجذب، اضطر ده نسيبه شويه. دي مدن القناة بتجذب للعمل في التجارة والمواني. مدن القناة بورسعيد الإسماعيلية السويس. طيب ده طيار، تعال ناخد كمان واحد. بيقول لي قبل ما تروح للتاني استناني، هل تؤثر تيارات الهجرة من شرق الدلتا على التركز السكاني في شبه جزيرة سيناء؟ يا مستر ايه اللي جاب شبه جزيرة سيناء؟ احنا قاعدين نتكلم شبه جزيرة سيناء اهي، ايه اللي جابها لمدن القناة؟ احنا قلنا جاي من شرق الدلتا لمدن القناة، قلنا مدن القناة بورسعيد الإسماعيلية السويس. إيه انت دخلت شبه جزيرة سيناء ليه؟ اقول لك استنى تعال نشوف كده. دي خريطة المدن القناة. طيب تعال بص معايا كده، اللي زي قدام على الخريطة كده، هنا دي قناة السويس على الخط ده، المية ده قناة السويس. تعالى هنا كده، أنطرة شرق، أنطرة غرب، شرق دي في سين، مش بس كده، ده بورسعيد، بورسعيد، بورفؤاد في سين، في السويس، بور توفيق، ده في سين، يبقى الإسماعيلية لها جزء في سين، بورسعيد لها جزء في سين، السويس لها، يبقى كده صح. إذن تؤثر تيارات الهجرة من شرق الدلتا إلى سيناء، لأن في أجزاء في سيناء تتبع المحافظات دي الناس بتهاجر لها. أيوة كده صح، في تأثير عند الهجرة. أيوة أو بيعمل سهم هو على المناطق اللي بيهاجر ده السكان من شرق الدلتا، وتعتبر تبع شبه جزيرة سيناء. إن شاء الله نقف لغاية كده. ولو عايز تعرف بقى باقي تيارات الهجرة سواء في الدلتا أو في الوادي، استنى إن شاء الله ربنا من الحلقة الجاية، وما تنساش تشترك في قناة الإسكولة عشان ينزل لك كل جديد. كده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.